للمزيد عن الحالة الجوية التي تتأثر بها المملكة تنضم إلينا شبكة مراسلين من الزرقاء محمد أبو علوان ومن الطفيلة عبد المهدي العوجين ومن المفرق شادي الهويبي. أبدأ معك محمد أبو علوان من الزرقاء، صباح الخير وأهلا وسهلا بك. ضعنا في صورة المنخفض الجوي اليوم في الزرقاء وحالة الطرق حتى هذه اللحظة. نعم صباح الخير رانيا، يعني في الحقيقة الأمطار الغزيرة لم تتوقف منذ مساء يوم أمس، أمطار غزيرة جدا هطلت على محافظة الزرقاء بشتى مناطقها، يعني جميع الطرق في المحافظة سالكة ويعني لا يوجد ما يدعو للقلق. في الحقيقة يعني بلدية الزرقاء وكافة بلديات المحافظة ومديرية أشغال الزرقاء والحاكمية الإدارية شكلوا الطوارئ ورفعوا الجاهزية إلى الدرجة القصوى للتعامل مع هذا المنخفض الجوي الذي يحمل في طياته الأمطار الغزيرة. كما نشاهد رانيا من خلفي يعني سيل الزرقاء ارتفع منسوبه بشكل كبير، يعني وبدأ هذا السيل يعني منسوبه يرتفع عن حده الطبيعي إلى المزارع وإلى المنازل وإلى يعني الشوارع المحاذية لسيل الزرقاء. في الحقيقة يعني نتابع في هذه الأجواء يعني معظم الحالات التي تعاملت معها بلدية الزرقاء هي كانت حالات بسيطة جدا، سواء كانت يعني بعض الهبوطات في الشوارع أو حتى بعض دخول المياه إلى بعض المنازل الرانية. نعم محمد، يعني من خلال متابعتك حتى هذه اللحظة يعني ومكان السيل اللي انت هلأ موجود حواليه، هل هناك أي خطورة اليوم على المواطنين إن اقتربوا من هذا السيل، وما إن كان هناك أصلا في بنايات وبعض البيوت حوله؟ نعم رانيا، بالتأكيد يعني هذا السيل الزرقاء حمل في السنوات الماضية العديد من الضحايا جراء جرفه لعدد من الأشخاص وجراء يعني المياه الشديدة المنبعثة منه والتي يعني تأتي من منطقة وادي القمر في الصيفة وتنتهي في منطقة طواحين العدوان في جرش نهاية إلى سد الملك طلال. بالتأكيد هنالك منازل عديدة خاصة في مناطق وادي الحجر وضاحية الثورة العربية الكبرى، ويعني كان هنالك شواهد في السنوات الماضية عندما داهمت مياه السيول أو مياه سيل الزرقاء هذه المنازل، فيعني بالتأكيد نحذر جميع المواطنين من عدم الاقتراب من سيل الزرقاء والابتعاد عنه، وأيضا نحذر المواطنين القاطنين على جنبات هذا السيل من تدفق المياه إلى منازلهم. نعم لكن محمد، يعني ما وردتك أي نوع من أنواع الأخبار بأنه تم التواصل مع اللي ساكنين حوالين هذا السيل ولا يوجد أي تواصل بينهم وبين من يحاول مثلا اليوم أن يجد لهم بديل أو يعطيهم خططا في حال كانت يعني الأمور غير مسيطر عليها؟ نعم لا رانيا، في الحقيقة يعني بلدية الزرقاء خلال العام الماضي وهذا العام طرحت عدة عطاءات لرفع يعني منسوب جنبات سيل الزرقاء وخاصة في المناطق المحاذية للمنازل، ويعني هذا الأمر أدى إلى رفع هذا المنسوب وعدم دخول المياه. يعني هذا الأمر يتعلق نسبيا رانيا في قوة تدفق المياه من سيل الزرقاء. بالتأكيد في السنوات الماضية عندما تمت مداهمة المياه إلى بعض المنازل تم تأمينهم في بعض البعض في بيوت، ولكن لغاية هذه اللحظة لم ترد أي ملاحظة بخصوص مداهمة المياه لأي بيت من البيوت، وهذا ما نتمنى. نعم يعطيك ألف عافية زميلنا محمد أبو علوان، ابقى معنا. يعني اليوم أيضا سنكون في تغطيات مباشرة مستمرة طوال هذا اليوم. ننتقل إلى عبد المهدي العواجين من الطفيلة، صباح الخير وأهلا وسهلا بك، حدثنا عن آخر التطورات لهذا المنخفض في محافظة الطفيلة. نعم رانيا صباح الخير، بالفعل كما ذكرتي نحن الآن موجودون في محافظة الطفيلة وتحديدا في مناطق الرشادية جنوب محافظة الطفيلة والتي تعتبر من أكثر المناطق ارتفاعا هنا في المحافظة أو في الجنوب بشكل عام، يصل ارتفاع بعض المناطق هنا إلى قرابة 1600 متر عن سطح البحر. حقيقة ما شهدته محافظة الطفيلة أو تأثرت بشكل فعلي في الحالة الجوية السائدة منذ ساعات عصر يوم أمس، حيث شهدت بعض مناطق جبال الشراه هنا
وهنا في الرشادية سقطات ثلجية أدت إلى تراكمات طفيفة على جوانب الطرق، لم تكن هذه التراكمات معيقة لمظاهر الحياة العامة أو تسببت في أي إغلاقات للطرق. الأجواء اليوم أجواء باردة جدا، ضباب تتشكل في مختلف مناطق محافظة الطفيلة، هناك تدني كبير لمدى أو انعدام في بعض الأحيان لمدى الرؤية الأفقية، لذا يجب توخي أقصى درجات الحيطة والحذر في التعامل مع الطرقات وخلال تنقل المواطنين، خاصة في ساعات الصباح هذا اليوم. هذه التحذيرات أطلقتها مختلف الجهات المعنية في التعامل مع الحالات الجوية مثل الأشغال العامة ومديرية الأمن العام والدفاع المدني من خلال غرفة العمليات الرئيسية الموجودة في دار المحافظة للتعامل مع أي طارئ يحدث خلال الحالة الجوية السائدة. نعم عبد المهدي، يعني منذ يوم أمس حتى هذه اللحظة هل رصدتم أي حالات لحوادث لا سمح الله في البيوت أو من المواطنين أو على الطرقات؟ لا، لم تتأثر المحافظة بشكل فعلي في الحالة الجوية، لذا لم يحدث أو لم يتم تسجيل أي حوادث تذكر. نعم. خلال يوم أمس منذ بدء تأثر المحافظة في الحالة الجوية كان هناك تعامل مع عطل في أحد الكوابل الأرضية في المغذية للشبكة الرئيسية لشركة الكهرباء، يوم أمس تم التعامل مع هذا العطل خلال 12 ساعة تقريبا، وخلال فترة العطل تم تحويل الشبكة إلى شبكة بديلة مصممة أو مخصصة للتعامل مع حالات الطارئة، لذا أيضا لم يحدث أي حالات انقطاع التيار الكهربائي مع وجود هذا العطل، وتم التعامل معه وإعادة تغذية الشبكة بشكل طبيعي في المحافظة. نعم، يعطيك ألف عافية عبد المهدي، ابقى معنا وننتقل إلى المفرق ومراسلنا شادي الوهيبي. صباح الخير وأهلا وسهلا بك، كيف هو الحال في المحافظة لديك؟ نعم رانيا، صباح الأمطار الخير التي تعم على جميع محافظات المملكة. نحن الآن متواجدون في البادية الشمالية الشرقية من محافظة المفرق، وتحديدا في قضاء دير الكعب، القضاء الذي يضم 21 قرية وأيضا مناطق عدة ستشهد تساقط للثلوج لارتفاعها 1000 كيلومتر عن سطح البحر. إذا ما تحدثنا عن الأجواء، أجواء الطقس في هذه المناطق الشرقية من محافظة المفرق، هنالك تساقط غزير ومتوسط للأمطار، شهدت المنطقة كافة ومناطق عدة في المحافظة تساقط متواصل منذ الأمس. وإذا ما تحدثنا أيضا عن الطرق يعني حالة الطرق وسلوكية الطرق، لغاية الآن الطرق سالكة، هنالك يعني منذ الصباح الباكر كان ضباب كثيف وكان مدى الرؤية يعني قليل جدا. وإذا ما تحدثنا أيضا عن جاهزية البلديات، عن جاهزية بلدية دير الكهف الجديدة في محافظة المفرق وفي البادية الشمالية الشرقية، ينضم إلينا الآن عطوفة رئيس لجنة بلدية دير الكهف الجديدة عطوفة حمد بيك. عطوفتك تحدثنا اليوم عن الجاهزية، عن غرفة الطوارئ التي أعددتموها للتعامل مع الظروف الجوية السائدة. صباح الخير أخ شادي، كيف حالك؟ تم بتوجيه من معالي نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية تم فتح غرفة عمليات في بلدية دير الكهف بجميع الكوادر والآليات للتعامل مع أي طارئ لا سمح الله في هذه الظروف، ونحن مستعدين، موجود آليات كاملة، كاسحات ثلوج وآليات وجريدر وجرافة بتنسيق مع مجلس الخدمات المشتركة البادية الشمالية ومديرية أشغال البادية الشمالية. تحدثنا اليوم عن يعني الإمكانياتكم واستعداداتكم، أيضا عن الكاسحات الثلوج للتعامل إذا لا سمح الله يعني كان هنالك إغلاقات للطرق. الكاسحات تم تفقدها من ناحية الصيانة واستجابتها لهذه الطارئ لا سمح الله، والأمور إن شاء الله تمام وخير إن شاء الله. هل يعني غرفة العمليات تتعامل على مدار 24 ساعة؟ نعم، احنا على 24 ساعة من يوم الخميس لغاية اليوم، والكوادر والآليات موجودة وجاهزية عالية. شكرا لطفتك. يعني رانيا كما شهدتي يعني هنالك استعدادات كاملة من قبل جميع بلديات محافظة المفرق، تحدث عن عدة بلديات في البادية الشمالية الشرقية، تحدث أيضا عن عدة مناطق ستشهد تساقط للثلوج من ضمنها تل الرماح ودير القن وطريق بغداد الدولي. هذه هي رسالتنا من البادية الشمالية، نترك لكم الكلمة في الاستوديو. نعم شادي، قديش بعيدة عنا غرفة العمليات؟
يعني احنا في يعني الان في متواجدين في غرفه العمليات نعم. بمتابعه حثيثه. يعني احنا هون من في بلديه دير في عفوا بلديه دير الكهف منذ الصباح الباكر منذ نعم. الخامسه فجرا انا وزميلي وليد. نعم نحن ننتظرك بعد قليل يعني بعد الساعة 7:30 لحتى نرى أيضا العمل في داخل غرفة العمليات وتنقل لنا أيضا الصورة. شكرا جزيلا لك شادي، ابقى معنا أيضا لحد اليوم. وشكرا جزيلا أيضا لشبكة المراسلين من الطفيلة عبد المهدي العواجين وأيضا من الزرقاء محمد أبو علوان، شكرا جزيلا لكم. ورح نضلنا طوال اليوم إن شاء الله في تغطية مباشرة حول آخر التطورات على الحالة الجوية.